يعني لو شئنا يعني أفصل ما أجملت وفضلتك، مصر تحولت النهاردة لحالة عالمية، الكل يخطب ودها والكل يطلب التواصل. أيضا كمان مصر يعني تعاملت مع العالم بشكل يليق بدولة متحضرة ذات تاريخ وحضارة. شفنا دبلوماسية المساعدات التي وصلت من الصين إلى إيطاليا إلى أمريكا إلى أفريقيا إلى أخواتنا في السودان إلى أخواتنا في لبنان إلى أخواتنا في جيبوتي. دي سلسلة، وده طبعا ده غير الموقف المصري العظيم في غزة، وأطول وأطول أطول طريقة يعني قافلة قافلة، يعني أطول قافلة تقريبا في التاريخ صحيح. بالنسبة للمساعدات لإخواتنا في غزة. لا تنسى مساعدتنا لإخواتنا في لبنان وإصلاح الكهرباء، عطب الكهرباء في محطة الجمهور وما إلى ذلك. اللي أنا أقصده إن الدور المصري ليس وقفا على هذا، هناك دور مصري إفريقي محترم جدا، هناك مصري أوروبي. عايز أقول إن مصر تخرج للعالم بعد ثورة عظيمة في 30 يونيو بوجه قشيب وبعقراية مرفوعة وبرؤية محترمة، وملخص هذه الرؤية تتعامل بشرف. نحن نرى بأن الدور المصري الآن أصبح رائدا، يعني مصر الآن تستعيد الريادة وتستعيد القيادة في مجالات عديدة وفي كل المجالات. في المجال الديني عندما نزور نحن بلدان مختلفة في أوروبا وفي آسيا بنلحظ أن في طلبات عديدة. نحن نريد، هم يقولون يعني نحن نريد أن نربي أبناءنا علميا، أن يتعلم أبناؤنا علميا في الأزهر الشريف وفي مصر، نحن لا نريد أن يخرجوا من هذا الإطار. ليه هذه الكلمة البسيطة؟ احنا عايزين نودي أولادنا عندكم، لأن هناك تاريخ كبير جدا يمتد عبر 1000 سنة فيه من الخبرات وفيه من تراكم المعرفة وفيه من العطاء وفيه من هذا الإنسان الذي يتعلم هنا ويخرج إلى هناك إنسان مطمئن، إنسان هادئ الطبع، إنسان لا يثير القلاق التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المجتمعات. فأنت في مصر عليك إقبال شديد جدا، ولذلك عليك دور كبير جدا في هذا التواصل. لابد أن نكون بحجم هذه الطلبات الدولية وعلى مستوى العالم كله في أن يأتي أبناؤهم هنا إلى مصر لهذا الأمر. هذا ما لاحظناه في كثير في الحقيقة من، يعني لو أنني ذكرت زيارة لطال الوقت، لكن في كل الزيارات التي نزورها في البلدان المختلفة وعند النقاش وعند الحوار معا بنلحظ بهذا الاهتمام بالدور المصري الكبير جدا الذي يعد ريادة في الحقيقة.